من يعرف لي الزكاة لغة وشرعا؟ نعم، لغة من النماء. طيب، وسميت بهذا الاسم، سميت الزكاة بهذا الاسم لأنها تزكي أي تنمي المال. نعم، لو تنظر الآن إلى الزكاة فيما يرى بعض الناس أنها تنقص من المال، لكن هي في الحقيقة تزيد المال. وإذا تنظر مثلا في الربا تجد أنه يزيد، وهو في الحقيقة يمحق الله الربا ويربي أي يزيد وينمي الصدقات. وهذا الذي يبقى، الذي يبقى هو هذا، ويخلف الله سبحانه وتعالى عليك بأكثر مما تتصدق. ثم في الزكاة رضاء لله سبحانه وتعالى، تنمية للمال، تكافل اجتماعي. نعم، فيها إزالة الغل والحقد الذي يكون في قلب بعض الفقراء مما يكون من الشيطان، فعندما تعطيه يذهب هذا بإذن الله، وغير هذه من الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى.